ومع الأسف هناك عقول مصابة بالقرح التاريخية تصاب بعسر الهضم، بعسر الفهم. فأنا عندي عسر هضم، عندي عسر فهم، وعندي أناس يعني نسبوا أنفسهم كأنهم وكلاء لمالك خازن النار، هياخدوا كوميشن عمولة على من يدخلوا له النار. احنا عندما يأتي غير واحد غربي ولا أوروبي ولا هندوس ولا مجوس ولا مش عارف يدخل الإسلام، الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل، إذا جاء نصر الفتح أسلمنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نكبر ونهلل وبجرد قلم نخرج طائفة من الإسلام، نكفر هذا لأنه أشعري العقيدة أو أنه صوفي المنهج أو لأنه مش عارف شعير مش عارف كذا، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر ويبشر ولا يعسر ويكفر. مهمتنا نحن أن ندخل منهج سلفنا الصالح، أن ندخل الناس، ألا يحرم أحد من عباد الله من كلمة لا إله إلا الله. فإذا خرجت أمة لا إله إلا الله من الإسلام أنت لست على منهج السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهمتنا أن ندخل الناس في الرحمة، مش نطلعهم برا. مش مهمتي أنا بفكر إقصائي إلغائي جبث قلم كافر برا، أفكار خطيرة جدا. هذا الفكر التكفيري إذا لم نغرق عليه الأبواب، إذا لم نحيده من حركة دعوتنا خصوصا في مصر، لن تنجح لنا ثورة ولن تقام لنا قائمة. وأنا أرجو باختصار من كافة الأخوة والأخوات أبناء مصر والأمة العربية الإسلامية عامة أن يرجعوا إلى تفسير النبي، أقول تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية الأخيرة من سورة محمد، يقول في النولة تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. انتبهوا يا عرب، انتبهوا يا أبناء الجزيرة العربية، انتبهوا يا مصريين بالذات، انتبهوا لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها وكان الصحابة من حوله فسألوه: يا رسول الله، من هؤلاء القوم الذين إذا تولينا وتقاعسنا عن نصرة ديننا استبدلنا الله تبارك وتعالى بهم؟ النبي فسرها، وده رواية البخاري وقرأ ابن كثير والقرطبي وجميع تفسير أهل السنة والجماعة، ارجع إليها الآن. كان عندك تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي في بيتك، شوف تفسير النبي لهذه الآية. أستاذ خيري، كان بجواره سلمان الفارسي فوضع يده على رأسه ثم قال: هذا وقومه، هذا القوم، وإن لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس.